السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل بارت 3. بدنا ناخد مجموعة examples برضو هيك بسيطة من برمجة لتحويل معادلات لتريسينج لكمبيوتر بروجرام. هنشوف هذا الحكي إن شاء الله خلال هاي المحاضرة. فأول شيء عنا لاحظوا هاي المعادلة، إحنا هاي نكتبها عادة بالرياضيات، عبارة عن بسط ومقام، تمام؟ وفي بينهم هاي الإشارة اللي هي إشارة قسمة. هاي لما أحولها أنا للسي بلس بلس أو يعني أي لغة برمجة، هاي تعتبر قسمة، صح؟ طيب خلينا نشوف، طب إيش الـ 2B والـ 2A؟ هل أنا عندي variable اسمه 2B؟ لا طبعاً، إحنا عندنا بنعرف إنه الـ variables لازم تبدأ بحرف وليس برقم، فلو لقيتها أنا بـ 2، بقول هاي يمكن variable اسمها بـ 2، تمام؟ لكن الـ 2B هاي شو معناها؟ هاي معناها إنه في عندي عملية ضرب 2 ضرب اللي هي بي، هاي 2 ضرب A 4 ضرب C، هيك إحنا نتعامل معها. طبعاً علشان أعبر عنها بالسي بلس بلس لازم أحط إشارة الضرب، تمام؟ طيب خلينا نشوف لو بدي أحولها بشكل مباشر، يعني بالضبط زي ما أنا شايفها هون. فراح تحولت 2B إلى 2 ضرب B ناقص هيها 2A صارت 2 ضرب A، بعدين حطيت القسمة، بعدين قلت له 4 ضرب C. شو اللي هون بالضبط؟ هل هذا الحكي صح ولا لا؟ طبعا أنا أوريدي غششتكم، قلت لكم it's an incorrect answer. وقف شوي الفيديو وفكر، ليش it is an incorrect answer؟ ليش هذا إجابة خاطئة أو تحويل خاطئ للمعادلة؟ السبب انه احنا عندنا تتذكروا اللي هي البريزيدنس رولز اللي هي قواعد الاولويات، صح؟ اذا انا بدي اتبع قواعد الاولويات اللي احنا تعلمناها، الاولويه لمين شباب؟ الضرب والقسمه ومن ثم مين؟ الناقص او الطرح. فاذا هون هيعمل عمليه الضرب هاي، ما في مشكله، هيعمل عمليه الضرب هاي برضه ما في مشكله، لكن شوف شو حيصير عندي. حيصير عندي هون قسمة، ما حيطلع على الطرح لسه، فالناتج اللي طلع عندي بالخطوة الثانية حيروح يقسمه على 4 ويعطيني الناتج رقم 3. طب هل هذا صحيح؟ هل هون بيقول لي اقسم لي 2A على 4C؟ لا، هو بيقول لك ايش؟ اقسم لي كل البسط على 4C. فحيطلع عندي الوضع غلط، تمام؟ لأنه بس أخلص لسه بده يرجع يضرب بالسي ويعطيني الناتج الرابع، آخر شيء بيعمل 1 ناقص 4 وبيعطيني الناتج النهائي. مش منطق أبداً، صح؟ شو الطريقة الصح بالتعامل بتحويل هاي المعادلة إلى معادلة يقبلها الكمبيوتر وتعطيني نتيجة صحيحة زي ما اتفقنا؟ بدي أقول له احسب لي البسط كاملاً واحسب لي المقام كاملا، بعدين اقسمهم على بعض. يعني شوف النتيجه اللي طلعت معي، حط لي 2a 2 ضرب b قصدي ناقص 2 ضرب a بين اقواس، قسمهم على 4 ضرب c بين اقواس. يمكن عندكم بالسلايدات اللي موجوده عندكم يمكن ما تلاقوا الاقواس هاي، ضيفوها. طب حتقول لي طب ليش؟ في داعي؟ طب ما انا اصلا عندي القسمه والضرب العلاقه بينهم، يعني خلينا نحكي نفس الاولويه، يعني بقدر انا يعني بحقق ممكن اقسم اول بعدين اضرب. هلا هي نفس الاولويه، بس الفكره وين؟ بدك تمشي من الشمال لليمين، صح؟ لو كانوا نفس الاولويه. خلينا ناخذ مثال. هلا احنا هاي اتفقنا عليها انه هاي كلياتها لازم تكون بين اقواس عشان اجبره يعمل عمليه الطرح بالاول. خلص حسبه البسط. هلا حسبه المقام، لنفرض انه انت مصر انه لا ما في داعي نحط اقواس، يعني بقدر مباشره اقول له هاي القيمه كلها قسمه 4 ضرب سي، حتطلع نفس الشيء القسمه والضرب نفس الشيء. انا اعطيكم مثال صغير ونشوف هل حتطلع نفس الشيء ولا لا. لو جيت قلت له 6 تقسيم 3 ضرب 2، او ناخذ مثال ثاني نفسه بس بدي احط اقواس معه، اوكي؟
أو حكيت له هيك ستة تقسيم وأفتح قوس ثلاثة ضرب اثنين، هل حيفرق عن بعض ولا لا؟ خلينا نشوف. نبدأ بأول واحد، تقسيم وضرب الأولوية، لاحظ تساوي الأولويات، أمشي من اليسار إلى اليمين لأنه أنا بكتب إنجلش. ستة تقسيم ثلاثة الناتج اثنين، اثنين ضرب اثنين الناتج أربعة. فهاي المعادلة اللي عندي فوق أعطتني أربعة، هاي I think إنه إحنا متفقين عليها تماما صح؟ طيب تعال نشوف المعادلة اللي تحت، بدي أعمل evaluation للمعادلة اللي تحت. في عندي أقواس فبعطي الأولوية للأقواس، 3 ضرب 2 بعطيني 6. طيب 6 تقسيم 6 بعطيني 1. هل تساوت النتائج يا شباب؟ لا، معناها الأقواس حتفرق معي، معناها لما أجي أحول هاي القيمة هاي المعادلة إلى معادلة يقبلها C++ بالرياضيات، أنا بعرف إنه قيمة البسط كاملة تحسب، قيمة المقام كاملة تحسب، ثم أقسم البسط على المقام، فلازم يكون عندي هنا أقواس ولازم يكون عندي هون أقواس. تمام؟ هاي بالنسبة لتحويل معادلة رياضية إلى معادلة تقبلها لغة برمجة سواء C++ أو غيرها. تمام هذا المثال؟ إن شاء الله. نروح نشوف المثال التالي. لنفرض أنا عندي هاي بداية برنامج، أوكي، وفي هون تكمالة هذا البرنامج. هلأ الفكرة وين؟ إني أنا بدي أشوف عندي هون مجموعة variables، هاي variables تم تعريفها مع إعطائها data types معينة، تم إعطائها بعض variables منها أعطيتها قيم معينة، بعدين بدي أكمل تمام إيش؟ معادلات عليها، يعني اعتبروها كلها هاي عبارة عن برنامج واحد، اعتبروا هاي بداية البرنامج declaration part من البرنامج، ثم عندي مجموعة assignment statement أنا أضفتهم بنفس الترتيب هذا في البرنامج. طيب الهدف منه إيش هون؟ بدي أشوف حسب هاي declarations اللي فوق هل هاي المعادلات صحيحة أم خاطئة؟ تمام؟ إحنا اتفقنا حسب data types بفرق معي ايش ال let's say ايش النتائج اللي ممكن تطلع معي، ايش الاوبريتورز، ايش العمليات اللي بقدر اجريها حسب كل داتا تايب. اوكي طيب نبدا نشوف ايش الداتا تايبس الموجوده عندي. عندي اول شيء x y z w كلهم معرفين as integers ومش معطياهم قيم ابتدائيه، فاحنا بنعرف انها يتم حجزها باستخدام rubbish data. طيب عندي هنا variable i عرفته as an integer وأعطيته initial value، متذكرين الinitialization؟ أعطيته initial value 10. عندي j integer أعطيته initial value 15. هلأ ال variable الوحيد اللي من نوع float هو ال k وقيمته 15، لكن لاحظ 0.0 ما بزبط أكتب 15 لحالها لأني معرفة float، فلازم أحط له اللي هي الفاصلة العشرية وزيرو حتى لو ما كان فيه كسور فعليا. فهون تمام ان شاء الله. هاي الديكلاريشنز اللي عندي هذول صح، ما فيهم اي اشكالية. بدي اشوف هلا جملة جملة من هاي الجمل، مين فيهم valid statement، مين فيهم statement صحيحة، مين فيهم invalid statement. والمقصود بالinvalid statement انها جملة ممكن تطلع لي syntax error، ممكن تطلع لي runtime error، ممكن تطلع لي logical error، يعني مش شرط بس انه تعطيني syntax error ويلاقي لي اياها compiler، لا ممكن تكون اصلا نتائجها مش مقبوله. خلينا نشوف سوا. اذا بدي ابدا هون بالx يساوي j تقسيم i، طيب تعال نتفرج. الx عندي شو نوعها؟ integer، يعني ما بتاخذ كسور. الj عندي انتجر، الاي انتجر، يعني هون كأنك تحكي اقسم لي، هاي معناها انه اكس بتساوي قديش قيمة الجي شباب حسب الانيشاليزيشن؟ 15 صح؟ بتساوي 15
تقسيم 10 قديه حيطلع الناتج؟ هلا انتجر على انتجر، يعني هاي قسمة صحيحة، انتجر تقسيم انتجر قسمة صحيحة، حتى لو كان في كسور بالناتج الكسور لا تحتسب. فلما أقول 15 تقسيم 10، كم 10 بال 15؟ هي 1 فقط، والباقي النص ما بنحسب. هو المفروض يطلع لي 1.5، تمام؟ بس النص لن يحسب لسببين. السبب الأول هو السبب الرئيسي، يعني هو هذا الأساس، إنه أنا بقسم انتجر على انتجر، فمباشرة هيروح يلغي الكسور وتطلع الناتج 1. طب هاي 1 شو بتعمل فيها؟ بدي أخزنها بالإكس. هل في مشكلة لو خزنت 1 بالإكس؟ شو رأيكم؟ لا، لأنه الإكس مالها، الإكس انتجر. So هاي المعادلة صح أم خطأ؟ valid أم invalid؟ هي valid. قسمت 2 integers طلع لي انتجر، والناتج صحيح خزنته بفاريبل نوعه انتجر. سو الامور كلها متوافقه، ما فيها اي مشكله. تمام، فكر في المعادله الثانيه، وقف الفيديو شوي وفكر في المعادله اللي بعديها. شوف لي هاي المعادله، هل هي valid ام invalid؟ تعال نحللها مع بعض. الواي عندي نوعها انتجر، الجي انتجر 15 والاي انتجر 10. طيب خلينا نشوف هاي كيف حتنفهم عندي. يجي يقول لك واي equals الجي قلنا 15، ايش العلاقة اللي بينهم او شو الاوبريتر اللي بينهم؟ العملية اللي بينهم هي المد، صح؟ مد 10. هاي شو معناها؟ معناها 15 مد 10 باقي قسمة 15 على 10. 15 على 10 عبارة عن 1 صحيح والباقي 5، بضل عندي 5، هدول ما بتقسموا على 10، صح؟ إذا شو ناتج باقي قسمة 15 على 10؟ الناتج 5، صح ولا لا شباب؟ عندي 15 قلم بدي أعطيهم ل 10 طلاب بالتساوي، أعطي كل طالب قلم بضل عندي 5، بقدرش أقسمهم عليهم، هدول أصحاح، مش معقول أعطي لكل واحد نص قلم، صح ولا لا؟ فبضل عندي 5، باقي القسمة عندي هون 5، وهاي 5 هي التي ستخزن عندي في الواي. هل في مشكلة إني أخزن 5 بالواي؟ هاي انتجر والواي انتجر، يبقى أموري تمام، ما في مشكلة. شغلة تانية حطوها ببالكم، أنا مستخدم المود، والمود لازم الأوبرانز المعاملات اللي تدخل فيه تكون انتجرز. الجي عندي معرفة انتجر والآي انتجر، يبقى المعادلة صحيحة 100%. لا حتعطيني سينتاكس ايرور، ولا حتعطيني رن تايم ايرور، ولا حتعطيني لوجيكال ايرور. اوكي، نروح على المعادلة الثالثة. اجين وقف الفيديو شوي فكر فيها، هل ممكن تكون خاطئة ام صحيحة؟ نشوف. أنا عندي هون الزد معرفة انتجر، والكي معرفة فلوت، 15 بس فلوت، تمام؟ تذكروا قاعدة بقسم هلأ فلوت، معناها هي بطلت قسمة صحيحة، معناها إذا في كسور بدها تطلع معي، صح ولا لا؟ طيب والآي، الآي انتجر قيمتها 10. طيب خلينا نشوف هاي المعادلة كيف نعوضها. يطلع عندي الزد تساوي الكي، شو قيمتها؟ 15.0. ما انسى الزيرو، هاي كتير ضرورية علشان تميز لي انه هاي القيمة شو مالها؟ هاي القيمة فلوت. تقسيم الاي اللي هي شو مالها؟ انتجر. اذا بتتذكروا بالمثال اللي فات او بالفيديو اللي فات حكينا علشان انا اجبر C++ ترجع لي كسور، لازم واحد من المعاملات اللي داخل في عملية القسمة يكون فلوت. هلا لما أقول له 15 على 10 وال 15 فلوت، يبقى شو الناتج حيطلع عندي؟ 1.5، صح؟ 1.5، لأني قسمت فلوت على انتجر، هيعطيني الكسر. طيب وين المشكلة صفت هون؟ المشكلة صفت لما الواحد ونص هاي
بدي اخزنها بالزد. نرجع نتفرج على الزد. الزد ايش هي يا شباب؟ شو الداتا تايب لها الزد؟ انتجر. طب الانتجر اجيت انا عندي واحد ونص، بدي اخزنها بفاريبل نوعه انتجر، شو حيصير؟ هل حيخزن الكسر؟ احنا بنعرف ان الانتجر لا يقبل الكسر، فشو حيعمل؟ حيروح يشطب الكسر اللي نتج عندي من عملية القسمة، يخزن لي بس واحد. شو رأيكم؟ هل أعتبرها valid ولا invalid؟ هلأ حسب الابليكيشن، هلأ كsyntax error ما في مشكلة، ما حيعطيني syntax error، أوكي؟ ما حيضرب معي الكمبايلر ويقول لي في عندك error صلحه، عادي حيعمل compilation، حيعمل ترجمة، حيعمل لي run، بس بالrun حيخزن لي بدل واحد ونص خزن لي واحد. هلأ إذا أنا بهمني إنه يخزن الواحد ونص وما تضيع عندي الكسر، يبقى هذا حيعطيني إيش؟ logical error، صح؟ logical error. إذا أنا بهمني أحتفظ بالكسر وأنا رحت غلطت وعرفت الزد عرفتها as integer، logical error، أوكي؟ إذا أنا عرفت الزد integer وأنا بدي الابلكيشن اللي أنا بعمله أو البرنامج اللي أنا بعمله requirements تبعته متطلباته إنه لازم أخزن الكسر هون، يبقى لازم الزد تكون معرفة as، صح؟ as float أو double عشان يقبل الكسر. بما إني عرفتها integer ما حيعطيني syntax error، لكن الزد بالآخر حتطلع واحد، حيروح الكسر، حيضيع الكسر اللي طلع معي هون. فإذا أنا برنامجي بده لازم يقبل كسور وأنا غلطت وحطيت الزد انتجر، هاي تعتبر logical error، يعني ممكن نحكي بهاي الحالة إنه هاي الجملة invalid لأنها بتطلع لي logical error. لكن لو برنامجي بتقبل أو أنا يعني خصوصي يعني مقصودة يعني حطيت الزد خليتها انتجر عشان أنا أي ناتج بطلع عندي بالقسمة ما بدي أخذ الكسر بعين الاعتبار، ما في داعي إنه إيش، عادي بقدر أعرفه انتجر بروح الكسر حسب متطلبات برنامجي، تمام؟ طيب فكروا لي بآخر واحدة، يلا آخر جملة إيش ممكن تكون؟ هل صحيحة أم خاطئة؟ وإذا خاطئة ليش خاطئة؟ تعال نتفرج. الW انتجر ما في مشكلة، الK float، شو جاي وراها؟ مود، أيوة بيّن الخطأ. هاي شو حتعطيني؟ syntax error ولا logical error ولا runtime error؟ وقفوا فكروا. إحنا نعرف إنه الأوبريتر إذا كان مود، إذا كانت العملية مود، المود ما بتاخد float أبداً، أبداً ما بتاخد float، ما بيصير أحط float ضمن عملية mod، هاي غلط 100% غلط. يبقى هاي حتعطيني إيش؟ هاي حتعطيني syntax error، ما حيقبل أصلاً يعمل لي run، على طول يقول لي إنه هذا الداتا تايب mismatches إيش؟ المود operation، هذا الفلوت غير مطابق وغير مسموح بالمود اوبريشن، فهاي برضه invalid، وهي invalid بشكل خطير، يعني ما في عندك شيء اسمه requirements هون. بكل الاحوال خاطئه خاطئه، حتعطيك ايش؟ حتعطيك syntax error وما حتقبل تعمل ترجمه لبرنامجك ولا تعمل run لبرنامجك. تمام شباب، هاي بالنسبه لهذا الاكزامبل، بتمنى يكون واضح. خلينا نشوف الإكزامبل الأخير بهذا الفيديو اللي هو الإكزامبل التالي. مرات كتير أنا في الامتحانات ممكن أجيب لك برنامج زي هيك، ممكن أجيب لك إياه as a C++، ممكن أجيب لك إياه as a pseudo code، ممكن أجيب لك إياه as a flowchart. بكل الأحوال أجي أقول لك عمل لي tracing، أنت ما شفت الـ problem statement، أنت ما بتعرف شو بده يطبع، أنت اعتبر حالك لما أقول لك عمل لي tracing اعتبر حالك أنت الكمبايلر وانت البروسيسر المعالج برضو بالمرة، تمام؟ بدك تترجم كلمة جملة جملة وتنفذ جملة جملة،
اوكي يلا بدنا نعمل شو هلا اذا بدنا نعمل تريسينج بدنا ايش وي وانت تو فايند ذا اوتبوت بدي اطلع الناتج هلا بالعاده لو قلت لك فايند ذا اوتبوت اوكي معناها انه انا بركز على النتائج اللي بتطلع عندي على الشاشه لكن حتى لو ما قلت لك اعمل تريسينج ما تكتب لي اوتبوت وبس انت لازم تتبع من البدايه لازم تشوف لي ايش اللي بيصير بالرام وشو اللي بنطبع على الكونسول على الاوتبوت فهذول التنتين انا بدي اشوفهم في اي سؤال اوتبوت زي هيك اوتبوت سواء قلت لك فايند ذا اوتبوت او قلت لك اعمل لي تريسينج واعطيني الاوتبوت فبتيجي تتفرج عندك اول ثلاث جمل تبدا فيهم طبعا واحده واحده انتجر اكس انتجر واي انتجر زد انت هون قاعد بتعرف اكس واي وزد لما انا اعمل رن لهذا البرنامج على الجهاز شو اللي بيصير لما يشوف هدول الثلاث جمل بيروح بحجز لي في الميموري لاكس ولواي ولزد فبدي يكون عندي هون الرام هي هالرام هي الميموري تمام هيكون عندي قلنا اتفقنا انه نصير نرسم جدول حط عندي هون هي اكس وهي واي وهي زد مبدئيا هدول الثلاث جمل بس حجزت وقلنا في حيكون هون ربش داتا في كل واحد اوكي نيجي هلا على الجمل اللي ورا الجمله الاولى تيجي عندي هون assignment statement x equals 10 واضحه يعني 10 خزن لي اياها في الاكس حيكون عندي هون قيمة 10 طيب y equals 20 يعني ال 20 خزن لي اياها في الواي هي خزنت 20 طب بعدين z equal x plus y هلا هون صفى عندي expression يحتوي على عملية هون طبعا حسب الأولويات الأولوية للجمع ثم للأسايمنت آخر شيء الأسايمنت بيجي بقول لك x وy اجمع لي اياهم طب انا كيف بدي اجمعهم اوكي لما اجي هون بدي انفذ هاي العمليه باجي بحكي هون الاكس تحتوي على 10 هي هالاكس 10 والواي تحتوي على 20 هي هالواي 20 يبقى 10 زائد 20 كم 30 ال 30 وين حتتخزن خزن عندي في الزد حيعطيني هون قيمه 30 تخزن لاحظ لهلا انا ما طبعت ولا اوتبوت لحد هلا شغلي في الميموري ثلاثه assignment statements كل وحده بتخزن لي قيمه ب variable هدول قيم ثابته يعني 10 و20 ارقام ثابته وهاي حسب معادله معينه عملنا المعادله طبقنا المعادله وخزننا بالنهايه في z طيب شو صفى عندي هلا صفى عندي الاوتبوت لاحظ هلا الجمل اللي جاي بعد ذلك شو مالها؟ كلياتها سي اوت فنبلش فيهم وحده وحده طبعا احنا متفقين لما يكون سيكونسينج بروجرام بطبقه واحد ورا الثاني نبدا باول وحده سي اوت اكس يساوي بعدين فاصله لاحظ ما في اند لاين طيب خلينا نرسم احنا هيك شاشه هاي تكون شاشه الاوتبوت تخيل يعني انه هاي هي الكونسول سكرين السوداء اللي بيطلع عليها الاوتبوت النهائي تمام فاول اوتبوت عندي سي اوت اكس يساوي لاحظ موجود بين علامتين تنصيص بين دبل كوتيشن حتنطبع زي ما هي بالضبط اكس ايكوالز ما في وراها اند لاين يبقى بدي اكمل ما بنسى سطر جديد تمام بروح بس ايش هي خلصت بروح بنفذ الجملة اللي وراها وأنا لساتني على نفس السطر ما في end line بيجي هنا see out لx x هاي جاي as a variable أوكي يعني اطبع لي القيمة المحتوى في x بروح بشوف x إيش قيمتها عشرة ما تغيرت باجي بقول له x equals 10 تمام طيب باجي بعدين لاحظ الجملة اللي وراها في space y equal وبس بين double quotation يعني بطبعها زي ما هي بالضبط اترك space
y equal بعدين برجع الجملة اللي وراها. لاحظ شايف كيف التريسينج؟ بتتخيل انت الكمبيوتر، انت قاعد، انت روبوت، مذكرين الروبوت حكينا عنه زمان؟ انت بدك تنفذ جملة جملة بالسيكونس وبالاوردر الموجود قدامك. هلا بدي اقول له سي اوت لواي، قيمة واي وينها؟ قيمة واي هيها 20، يبقى واي ايكوالز 20. اوكي؟ لنفرض انا هون انا كنت ضايفه اند لاين، لنفرض انا حاطه لك هون اند لاين، بس عشان الشاشه ما بتوسع لازم انزل سطر جديد، فلنفرض انا حاطه لك هون اند لاين. انت لما شفت الاند لاين حط لك اشاره هيك عشان تتذكر انك لازم تنزل سطر. تيجي السي اوت اللي وراها بدك تطبع المعادله زي ما هي اجين. ليش؟ لانها بين double quotation، بده يطبع لي اياها as a string زي ما هي بتنطبع. تيجي بتقول له z زي ما هي مكتوبه هون equals x، يلا plus y equals، كل الاحرف الموجوده بين الدبل كوتيشن تطبعها زي ما هي بالضبط. اذا في فراغ تطبع فراغ، زي ملزقين بعض تحطهم جنب بعض. طيب لاحظ again هون ما في end line، فبدي أكمل على نفس السطر. إيش آخر جملة see out عندي؟ اللي هي الزد. إيش قيمة الزد؟ هيها أنا حسبتها قبل شوي صح؟ قيمة الزد هيها 30، هيروح يطبع لي هون 30. فسؤال زي هيك لاحظ شوف كم output عندك. x بتساوي 10، y بتساوي 20، وعندك المعادلة هي كلها بتساوي 30. فهيك بيكون حل سؤال إذا أنا إجيت قلت لك اعمل لي تريسينج لهذا البرنامج وطلع لي الأوتبوت. شوف لي إيش بيصير بالرام، يعني هذه الإكزامبلز كتير بسيطة لسه، ممكن أجيب لك أنا معادلات أعقد. شوف لي إيش بيصير بالرام وأعطيني شو بيصير في الأوتبوت. تمام؟ طيب هلا هذا الإكزامبل هأجله للفيديو التالي لأنه بده يعني الحديث فيه طول. فهيك بنكون تقريبا خلصنا السيمبل اكزامبلز الموجودين في بارت 3. يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.